يتصل الحوار مع الأستاذة نهى علي خليفة من الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان. مرحبا بك مجددا أستاذة نهى. مرحبا بك مرة ثانية. نعم، طيب نواصل في حديثنا يا أستاذة نهى. أنا كان سؤالي لك إنه الحتة بتاعت التكلفة العالية للتكفل بالتغذية بتاعت الأطفال دي، تغذية علاجية صحيحة، يعني إحنا عايزين نعرف هل في جهات بتدعم، هل في تبرعات بتجي، إحنا دورنا شنو كمجتمع تجاه الأطفال دي عشان إحنا نقدر نقدم لهم دعم يقدر يغطي التكاليف، وكمان في نفس الوقت بيخليكم أنتم مرتاحين في التعاطي مع عملية الرعاية والمسؤولية الشاملة دي. طيب أنا دايما قاعد أقول إنه السودان لسه بلد بخير وشبيب، لسه ناس متكافلين، ولسه الموروث القديم في مسألة التكافل وكده موجود، دي حاجة بنحمد ربنا عليها كتير. زي ما قلتك إنه فعلًا السرطان مرض مكلف مرهق ومفقر في نفس ذات الوقت، يعني معظم الأسر قد ما يكون عندها ما يجعلها يعني تتكفل بطفلها حتى على مستوى إنه يأكل كويس وكده، دي حاجة أظن الناس متفقين عليها وما فيها يعني خلاف. السبب الرئيسي ذاته واحد من الأسباب اللي خلتنا إحنا نفتح استراحتنا من 2009، إنه إحنا لاحظنا في وجودنا في المستشفى إنه كثير من الأسر ما قادرة يعني حتى صح إنه العلاج حتى لو توفر وكده، لكن العلاج براه ما كافي إذا ما أنت قادر تأكل طفلك بشكل كويس، حاجات ترفع مناعته بيبقى حتى العلاج تحصل حاصل. فواحدة من الأسباب خلتنا نفتح الاستراحة دي إنه إحنا عايزين نضمن استمرارية الطفل في العلاج. استمر في العلاج كيف؟ إنه يكون مستقر نفسياً ومستقر في تناوله لوجباته وحاجاته المساعدة للعلاج وكده. إحنا الحمد لله رب العالمين زي ما قلت إحنا قدام شوية، وبالتالي عندنا قاعدة من الخيرين اللي اكتسبناهم طوال فترة عملنا. إحنا بابنا مفتوح ودارنا مفتوح لكل الناس اللي بيجوا يعني عشان يعرفوا كده ويطلعوا على الحاجات وعلى الصرف وكده، ما في حاجة يعني بتكون مخفية على زول، وبالتالي حاجاتنا واضحة. إحنا حقيقة شاكرين كثير لكل الناس اللي تعاملوا مع تداعي كخيرين، لو قمنا ذكرنا أسماء وكده بتبقى يعني في زول فلت وكده بتبقى زعلة، لكن إحنا بنقول إنه الحمد لله رب العالمين يمكن في جهات محددة بعينها بتساهم معنا بشكل رئيسي وثابت في موضوع التغذية ده. يمكن بعد ذلك إحنا بنقوم نكمل النواقص يعني، لكن إحنا شاكرين لجميع الخيرين اللي تعاملوا مع تداعي من 2006 ولحد الآن. وبنفتح بابنا برضو لأنه الوضع نفسه اختلف من زمان. الحاجة زمان كان بتكلفنا 1000 جنيه، هسه الآن بتكلفنا 10000 جنيه. هل كان زمان بتكلفنا 10000، الآن بتكلفنا 100000. يعني جنيه هنا شوية مش شوية، كتير شوية تعبان كتير تعبان. فأنت محتاج تقدم نفس النمط اللي انت بتقدمه من 2009 الى الان يكون مستمر. نعم. فعشان احنا نواصل في نفس التحديات، والله انك حافظي على نفس المستوى، تحدي كبير شديد، ويمكن مستنفرين جميع متطوعين تداعي جميع الادارات جميع الخيرين اللي بيتعاملوا معنا في انه نحافظ على نفس المستوى، والحمد لله رب العالمين ربنا مقدر لنا انه نحافظ على نفس المستوى بنفس القدر من الخدمات اللي احنا بنقدمها، ما تقل ولا تنقص، لانه هدفنا الاساسي انه نقدم للطفل خدمه تليق بانسانيته. نعم، ان شاء الله كمان كل اطفالنا بصحه وسلامه، كل الاطفال معافين يا رب، وكل المرضانين بهذا المرض الخبيث اللعين يعني يتماثلوا للشفاء العاجل، ربنا يخفف عليهم. بشكر كثير استاذه نهى علي خليفه مدير العلاقات العامه للجمعيه السودانيه لاصدقاء اطفال السرطان تداعي، شكرا لحضورك معنا كثير الليله. شكرا لكم كثير. إن كان في رسالة صغيرة ممكن تفضلي وجهي رسالتك. أنا حقيقة بسمي دور الإعلام في اهتمامه بقضايا الأطفال بشكل خاص يعني، وياريت مزيد من الاهتمام بقضية الطفل المصاب بالسرطان، لأن إحنا محتاجين الإعلام يسلط الضوء على الأبحاث، يعني هل في أبحاث شغالة في مجال السرطان ولا ما في، ممكن الإعلام يقدم شنو يعني من إمكانيات. إحنا صراحة في تداعي شاكرين شديد لكل إعلامي السودان الواقفين معنا طوال الفترة اللي فاتت دي من تلفزيون وإذاعة وصحف، وشاكرين جدا لهم إنهم قاعدين يعني يسلطوا الضوء على الطفل المصاب بسرطان بشكل كويس وبشكل بدي أمل. يعني إحنا بنقول الإعلام لازم يدي أمل للناس إنه والله السرطان مرض قابل للشفاء، ويا ريت الإعلام لو يسلط الضوء على مسألة إنه فعلا في شفاء. نعم،
شكرا كثير. شكرا كثير نهى علي من جمعية تداعي أطفال أصدقاء الأطفال مرضى السرطان، والله نضم صوتنا لصوتك يعني، ونعلن من هذا المنبر استعدادنا الكامل لتقديم أي خدمة إعلامية في هذا المجال يعني. شكرا جزيلا. نعم تسلمي كثير وشكرا.